صباح الخير صباح الخير. واليوم رانا في هذا الصباح الجميل ومع الرياضة، واليوم رانا نشاهدوا وحاضرين في هذا السباق تاع اللي نظمته الرابطة الولائية للسباق المدرسي. نظن هكذا، ورانا اليوم مع المجموعة اللي راهم ناشطين وقايمين بهذا السي الاخ ننتن منظم ولا مانيش عارف، انا مانيش فاهم الامين العام للرابطة. واش قلنا على هذا السباق وانتم راكم تنظموه في هذه مدينة الحنايا وبالتحديد بالتعاونية؟ يا بطولة جهوية تاع العدو الريفي المدرسي، فيه 8 ولايات مشاركة، أكثر من 250 عداء وعداءة يمثلون ولايات تاع جهة سيدي بالعباس الغرب الجزائر. الغرب الجزائر، و هي في الحقيقة كانت مشاركة كاع الولايات اللي كانوا كونفيرماو جاو. احنا نشوفوا باللي التنظيم راه جيد ونشوفوا باللي كل شيء راه متوفر، ولكن انا ماذا بيا هذا الحفل هذا ما راهش مسموع على حتى على مستوى الولائي، فما بالك على المستوى الوطني؟ واش هو السبب اللي خلى هذا مثل هذا السباق ما تكونش عندها اشهار وما تكونش عندها واحد الصدى في هذه البلديه هذه؟ هي في الحقيقة احنا درنا عطينا دعوات لكاع المسؤولين تاع الولاية هادو، ولحد الآن مازال ما جاوش، ونتمناو قبل ما أبار تاع ممثل مديرية الشباب والرياضة اللي الدائرة المحلية إذاعة مازال ما جاتش. احنا اللي يهمنا وهو هذا الخزان، وحنا اللي يهمنا وهو هذا الخزان تحت الشبيبة، واللي راها تعاني في صمت وراها تمنى وراها تتمنى باش تكون في المراتب الاولى على المستوى العالمي. لما لا، يا هل ترى هذه الرابطة حققت واش كانت تتمنى ولا واش كانوا يتمنوا هاد الشبيبة هذه؟ طبعا الهدف نتاع الرابطه من بين الاهداف الساميه للرابطه الولائيه هو اظهار المواهب الشابه وتوجيهها نحو الافضل او نحو الفرق المدنيه اللي تكون هيكله احسن هيكله. وكانت سبق العديد من الرياضيين المتمدرسين مشاركه في بطولات وطنيه وحتى دوليه، وكانت آخرها النتائج الباهرة التي حققتها الجزائر بلبنان. يا هل ترى هذا السباق هذا يا هل ترى السباق وخرجتوا واحد الفتيات ولا شبان اللي راهم مواصلين لمستوى عالي؟ طبعا هذه المرحلة الجهوية هي مرحلة قد سبقتها عدة مراحل أو مرحلتين. مرحلة دائرة حيث جرت بمناسبة الاحتفال بالفاتحة من نوفمبر، وكانت المشاركة قياسية حيث كانت هذه السنة حوالي 5000 مشارك على مستوى الولاية. هذه النساء في هذا السباق كان 5000؟ هذه لأن اليوم ولائية، اليوم جهوية. كان سبقها مرحلة ولائية وقبلها كانت مرحلة نتاع الدائرة. نعرفوا نقدروا نعرفوا ما هي الولاية اللي راها حاضرة هنا في هذا السباق؟ كما سبق للزميل وأنا أشار إلى ذلك، ف الولايات هي سيدي بلعباس، عين تيموشنت، سعيده بشار، البيض، النعامه، ومعسكر وسعيده. شكرا. انا ماذا بيا تقدر تذكرونا بعض الاسماء اللي فازوا واللي راهم تعولوا عليهم في سباقات اخرى؟ نجيبوا لك واحده الشيخ ودير معها. هي لان هنا اليوم في العدو الريفي هذا فيه عدة فئات، فيه فئة تاع الصغريات والأصغر أيضا،
فيه الشبلات وفيه الأشبال. اليوم في أول سباق اللي جرى راه فيه تاع الصغريات. هذه محصلة المرتبة الأولى. النتيجة اللي محصل عليها تفضل. ماذا بيا أنا اللي دخلت أنتيا في المرتبة الأولى، واش تقول لنا على هذا وموراني سبقت وتحدثت معاك؟ أنا ماذا بيا تزيدي تعرفي بنفسك وتعرفي بالولاية تاعك باش هكا يسمعوا بكامل الناس. أنا نزهة من جمعية أمل عين يوسف، نشكر كل نشكر المدرسة الجديدة عين يوسف، المتوسطة الجديدة عين يوسف. كان الامتحان سهل. يا لطارة تقدري تعرفينا بهذا المسار هذا اللي جريتوا فيها لطارة، مسلك هذا صعيب سهل عندك انتيا ولا صعيب ولا كيف؟ شوية صعوبات مع شوية تاري لك شايف. أنا ماذا بيا يكون هذا المسلك يكون صعيب باش تكوني إن شاء الله تفوزي فيه. واش هي الأمنية تاعك؟ واش هي الرسالة اللي تبلغيها للشباب اللي في مثل السن تاعك؟ ان شاء الله يشاركوا كما شاركت انايا وكما نقول لك الخدمه هي اساس النجاح. يا هل طارة الرابي طارة متهلين فيكم مشجعينكم شويه؟ يا متهلين فينا بصح لازم شويه من الامكانيات. ماذا بينا يا هل طارة، ما هي الكلمه الاخيره ولا ما هي الرساله اللي تقدموها نحن بدورنا نلفت انتباه السلطات، اعلى سلطه في البلاد، باش تمد عناية أكبر للنشاط الرياضي المدرسي، لأن يعاني كما قلت أنت في صمت، صح، لأن نقص الإمكانيات نقص كبير. وإحنا لحد اليوم رحنا نتعامل أو نخدمه في إطار الإمكانيات الموجودة بيننا. بالرغم اللي ما كانش أنا يبالي متطلبات كثيرة بأنه المسار ولا المسلك راه موجود الإمكانيات البسيطة، لا أظن باللي زعمك هنا ما الدولة غادي تتخلى على هذا الفئة هذه. لأنه النشاط الرياضي المدرسي يعاني مشاكل تاع النقل، لأن المؤسسة التربوية تجد صعوبة كبيرة في نقل التلاميذ للمشاركة في مثل هذه المنافسات، ومن يتحمل عبء هذا النقل والإطعام والوسائل الرياضية المختلفة، سواء كانت في العدو الريفي أو في الألعاب الجماعية، لأن الرابطة الولائية للرياضة المدرسية تتكفل هي سيدير ليغ اومني سبور، يعني متعددات الرياضات ليست متخصصه في رياضه ما، زياده على الالعاب الجماعيه فيها الالعاب الفرديه والعدو الريفي بجميع مراحله، لان هذه مرحله جهويه، وقلت باللي كان سبقها مرحلتين ولائيه ودائره، والمتاهلين اليوم ان شاء الله سيمثلوا الجهه في المرحله الوطنيه التي ستجرى بجايه في العطله. من بعد هذا السباق هذا ستكون ان شاء الله مسابقه اخرى بطولة في وطنية. بطوله وطنيه بجايه. شكرا بارك الله فيك والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.